يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه في هذا اليوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع صاحب الفضيلة الشيخ سامي مصطفى الساعدي حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وعمره ووفقه الله لكل خير. وقبل أن نبدأ مع فضيلتي حفظ الله، نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتي أسفل الشاشة تباعا إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. وإن شاء الله نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم بعد مضي نصف ساعة من بداية البرنامج إن شاء الله تعالى. فنحيي الشيخ سويا، حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا شيخ، الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. شيخنا، لازلنا احنا في الحلقة الثانية في التدرج في طلب العلم، بارك الله فيك، وقد تناولت في الحلقة السابقة عدة مسائل يعني، وتوقفنا عند يعني التدرج في كتب الفقه، لكن شيخنا نريد أن نؤكد عن التدرج في اكتساب المعرفة، أي من السهل إلى الصعب ومن الجزء الكل، أليس كذلك دائما وأبدا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حياك الله شيخ عبد الباسط، حياك الله المشاهدين والمتابعين. نعم، تكلمنا على ما أذكر في قضية التدرج وأهميتها وكونها تدخل في الأسلوب الرباني. نعم. الذي هو مأخوذ من التربية. قلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أو بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني نفس التعبير شيخنا اللفظة، يعني هما قراءتان متواترتان، يعني لا كل يعني كل منهما تضيف معنى زائد يعني. نعم. يعني العلم والتعليم يعني الاثنين كله يكون ربانيا، يعني الطالب لابد أن يقنع بالتدرج. نحن رأينا بعض الطلبة حتى من فترة يعني قديمة يعني عندهم استعجلوا. نهم. نعم. وهذا جيد، هو النهم هذا من أفضل الزاد على الصبر على مشقة الطلب، ولكن لابد أن يكون هذا النهم مقننا، لأن أحيانا هو يريد أن يأخذ كل شيء في وقت واحد. نعم. فيستعجل وربما يدخل في القاعدة يعني من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا الإمام الزهري يقول يعني كما روى عنه معمر، يقول من طلب العلم جملة فاته جملة. أنت تريد أن تعرف يعني الجزئيات والكليات وفي كل العلوم أو معظمها وفي وقت واحد، قد يكون هذا دافعه الحرص، وقد يكون والعياذ بالله دافعه أن يقال إنه يعني واسع العلم ويعرف غريب العلم وجزئياته وتفصيلاته وغرائبه، وهذا من الآفات طبعا. لكن لابد أن يقتنع الطالب أنه لابد أن يسير بتدرج، لا يعجل، لا ينتقل إلى العلم الآخر أو إلى الدرجة الأخرى من السلم في العلم الواحد حتى يتقن الذي قبله، فيجد نفسه بسلاسة ينتقل من درجة إلى درجة، ومع الإخلاص والمحافظة على بعض الآداب وبعض يعني خلينا نقول المقومات أو بعض ما يعين في طريق الطلب، إن شاء الله يصل إلى ما يصل حتى إلى مراتب عليا يعني إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. فالتدرج هذا سنة، كما قلنا سنة شرعية وسنة كونية، وذكرنا قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقلنا أن بعض أهل التفسير ذكروا أن من الحكمة في ذلك أن يعلم خلقه
التدرج يعني. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في طرفة عين يعني. فنعم التدرج هذا لابد منه. ذكرنا يعني بالنسبة للفقه المالكي درجات يعني بداية كيف يبدأ طالب العلم. نعم. وأنا في الطريق إلى الحلقة يعني وجدت رسالة من أحد الإخوة الطلبة يعني يسأل في نفس السؤال، يقول كيف هو التدرج في طلب العلم في الفقه المالكي. لعل شاهدنا الآن هو. نعم أتمنى ذلك ونحيله على الحلقة الماضية يعني ذكرنا صحيح. فيها الأخضر وابن عاشر والرسالة وخليل وشروح يعني على وجه الاختصار. فهذا فيما يتعلق بالتدرج. لكن الطالب، وقلنا هذا بما كنتم تعلمون، هذا تنطبق على الطالب يعني هو الذي يريد أن يعلم. والقراءة المتواترة الأخرى بما كنتم تعلمون، فالقراءتان معا ترشدان الطالب والأستاذ إلى التدرج، حتى الأستاذ لا يرهق يعني الطالب ويعني يكثر عليه، يصب عليه العلوم ودرجاتها وصعبها وسهلها وكلية وجزئية في وقت واحد، ويريد منه يعني أن يعني يصل يتقن بسرعة الجميع. قد ينقطع يعني، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني. وربما العالم هذا يعني يحصل لبعض أهل العلم الأفاضل والكبار لا يراعي الفارق بينه وبين العامة، وهذا يعني من يفتح الله عليه يعني ينتبه لهذه من أهل العلم يعني. هو يعني عاش بين المصطلحات وبين الأمور والبحوث المتخصصة وارتقى، فيغفل عن أن هذا الطالب هو يعني الآن سيضع رجله في أول درجة من درجات التعلم. لابد أن يراعي هذا الفارق. هناك أمور يظنها بدهية، يظن كل الناس يعرفونها، لكن هو لا يعرفها إلا العلماء أو طلبة العلم يعني المتعمقون في العلم. لهذا تبسيط العبارة للناس يعني هذا من الفتح على العالم ومن الربانية، لأنه يسير بتدرج مع الطالب. شيخنا ممكن الاستعجال، ذكرت الاستعجال قد يكون يدخل في هذه المسألة، العجلة من الشيطان ولا لا تدخل فيها يعني في طلب العلم. نعم قد يكون طلب هذا العلم يعني له طريقة. نعم. يعني وهذه فائدة يعني أخذ العلم على الشيخ. نعم. وهذه طبعا هي الأصل كما نعم. قلنا يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه تلقينا من جبريل، وهكذا سنة الأولين يعني. نعم. سنة الأولين هكذا. نعم. لكن لا بأس أن الإنسان يلجأ إلى الكتب أو إلى يعني المواقع بشروطها وكذا يعني عند فقدان الشيخ، لكن هذا سيفوته خير يعني. نعم. ولكن أيضا لن يعدم خيرا، في كل خير، حتى الرجوع إلى الكتب ولمن فهم مصطلحاتها وعنده قاعدة، هذا جيد يعني. لكن الأصل لأن الطالب يحتاج إلى أستاذ ويحتاج إلى معلم ومربي يقول له لا تقرأ هذا الآن، يعرف ما يناسبه في هذه المرحلة، الآن اقرأ الكتاب الفلاني أو ابدأ بالفن الفلاني، يجد عنده ميل مثلا وقابلية لعلم معين يعني يشجعه ويأخذ بيده درجة درجة في هذا العلم لعله يبرز فيه ويصبح يعني متخصصا. فهذه تحتاج إلى عالم رباني. هذه هي الربانية. وقال وذكرنا يعني البخاري نقل يكتشف يعني مواضع القوة في الطالب والنشاط نعم. يعني مثل الطفل الذي يعني يتدرب على المشي. نعم. إذا تركناه يمشي وحده بدون رعاية قد ينكسر وقد يهلك نفسه بدون، لكن يعني يتركه يمشي ويتعاهده ويأخذ بيده حينا ويوجهه حينا ويعينه بعربة مثلا حينا صحيح. وهكذا يعني. فأيضا ذكرنا يعني الأثر الذي ذكره البخاري. نعم. علقه بصحيحه، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذه قاعدة يجب أن يسير عليها الطالب والمتعلم. جميل. هناك أمور أخرى شيخ عبد الباسط. جيد شيخنا. يعني نعم تفضل شيخنا. يحتاجها الطالب يعني مثل ماذا؟ لمن أراد أن يعني يطلب يفتح العلم. الله عليه في العلم. نعم. أول شيء طبعا الإخلاص. شيخنا معلش لما تقول يطلب العلم يعني أنت تتحدث عن يعني ممكن نحتاج أن يكون عالماً. عالماً. نعم هذا الدرجة فصل. الأولى نعم. أي. أما الإنسان اللي يريد أن يعرف أحكام دينه هذا أمر يختلف. نعم. يعني وهذا جيد يعني أحيانا إنسان طبيب أو مهندس أو ثقافة عامة أو ثقافة. يعني يحتاج هناك علم عيني يجب على كل مسلم أن يعرفه ابتداء. نعم. كأصول العقائد والطهارة والصلاة وأحكام الصلاة، ما تصح الصلاة به، وصوم وشروط وجوب الزكاة مثلا. أنا الآن لا تجب عليه الزكاة مثلا لأني لكن يجب أن أعرف
يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعرف متى تجب عليه الزكاة، شروط وجوبها أولا، ولا يحتاج ابتداء أن يعرف تفاصيل أحكامها، عروض التجارة وأنواع التي تجب، لا، يعني شروط وجوبها عليه. فإذا ما علمها وتحقق أنها توفرت فيه، علم أن الزكاة واجبة عليه، فعليه حينها لا قبلها يجب عليه أن يتعلم أحكامها. كذلك الصوم، يعني الآن رمضان لم يأتي، أو إنسان مريض أو ساقط عنه الصوم لسبب من الأسباب، لابد أن يعرف شروط وجوب الصوم، فإذا ما وجدها تحققت فيه فعليه أن يتعلم الصوم. يعني أحكام الصوم ويعني وتفاصيله. وكذلك الحج نفس الشيء سواء بسواء. هناك أمور النوازل، يعني إنسان يعني لا يجب عليه أن يتعلم أحكام النوازل وجوبا عينيا ابتداءا، ولكن إذا وقعت به النازلة يسأل عنها أهل الذكر، أو إن كان مؤهلا للبحث يبحث عنها. فالآن نحن نتكلم عن من يريد أن يكون عالما أو مرجعا لإفتاء الناس وتوجيههم ومن هذا القبيل، هذا يعني يجب عليه أن يعني يبكر بطلب العلم إن ما أمكنه ذلك، يعني ويركز على الحفظ شيخنا، صح؟ سنأتي قضية الحفظ. نعم الحفظ طبعا مهم، والحفظ كأنه يتناسب تناسبا طرديا مع السن، اعتبارا بما عرف واستفاض وثبت وأيده العلم الحديث الآن، أن مقدرة الطالب على الحفظ، مقدرة الطفل على الحفظ أكبر بكثير من مقدرته على الفهم. كلما زاد السن قلت قدرته على الحفظ وزادت قدرته على الفهم. ولهذا بعض الناس ينتقد أنك تحفظ الطفل، لا بالعكس. وحتى في اللغات الآن ثبت أن يعني قدرة الطفل على تعلم اللغات المتعددة في وقت واحد أكثر من الكبير، هذا ثابت يعني بالبحث العلمي يعني. فكذلك الطالب الصغير يعني الذي يراد له أن يتفرغ لطلب العلم ليكون يعني مميزا ومرجعا في توجيه الناس وتعليمهم أحكام دينهم، هذا يعني من الجيد أن يوجه ويشجع على الحفظ في صغره، والفهم يكون بموازاته بدرجة حسب ما تستوعبه قدرته العقلية. كل ما كبر تزداد مساحة الفهم لديه وتقل مساحة، ولهذا إذا كبر يصعب عليه الحفظ طبعا. ولهذا الذي يطلب طبعا العلم ليس له سن، هو حتى الكبير يطلب العلم، وهناك أناس فتح الله عليهم في كبرهم، لكن العادة والغالب أن يكون الطلب في الصغر، في حدة الحافظة والقوة الذهنية. ولهذا يعني من أراد أو أراد لطفله أو لمن هو قائم عليه أن يكون ذا شأن في العلم، عليه أن يبكر بتوجيهه لطلب العلم ويتعهده في ذلك. لكن إذا فاته فكل بحسبه، باب العلم هذا مفتوح. هناك دعوات الآن تقول لك والله لا نريد الناس اللي تحفظ المنظومات والمتون، وياه يكفينا هذا، نريد ناس يعني مودرن، ناس يعني علماء، يعني يكفيك في الحفظ. هل هذه دعوة صحيحة أم غير صحيحة يعني؟ لا هذه لا، يعني كيف ستجد المفتي وكيف تجد العالم الذي يعني لا يعني موضوع الحفظ هذا، لا هذا فيه مبالغات أحيانا من الطرفين. أحيانا هناك مبالغة في موضوع الحفظ، بما يعني أنا رأيت بعض المناهج بدون ذكر يعني جهات أو بلدان أو أسماء أو غيرها، يعني في مبالغة في تحفيظ الطالب المتون حسب رؤيتي يعني. يعني لماذا الطالب يحفظ مثلا في الفن الواحد 3 متون صغير في نفس الوقت يعني، أو في وقت يعني متقارب جدا، ومثلا يعني مدة طويلة جدا تستغرق من الإنسان. يعني الإنسان أيضا عليه أن يزكي هذا العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، يعني نحن مع طلب العلم، لكن أيضا مش معنى طلب العلم أنك لا تبلغ دين الله، لا تدعو إلى الله، لا تشتغل بالدعوة، إذن لم تعمل أنت بهذا، أنت تزكي. حتى يعني التعليم هو تعلم في ذاته، يعني بعض العلماء كالنووي مثلا، عندما ذكروا النووي وكثرة مصنفاته في فترة الطلب، يعني هو يشير إلى أن التصنيف أحيانا هو تعلم في ذاته، الباحث يستفيد لنفسه كما يفيد غيره يعني. فالإنسان يعلم ويبلغ ويعظ ويتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فأن الإنسان يقعد مثلا ربع قرن وهو يتعلم ويقول حتى أصبح عالما لأدعو، هذا غير صحيح، هذا تعطيل
فلكن احيانا نجد هجوما على حفظ المتون غير صحيح وغير بالضبط. مبرر يعني هذا اللي يحدث لا اعرف ربما له اسباب مختلفه احيانا حتى حتى اشياء نفسيه يعني احيانا نوع من التنافس حتى ليس في علماء الشرع والاخرين يعني احيانا يحصل حتى شيء تنافس بين علماء الشرع في انفسهم يعني صحيح. عالم الفقه يعني يقول الفقه اولا والفقه هذا اهم شيء وعالم التوحيد يقول ما الفقه هذا يعني فقه النسوان والحيض والدم والدماء ومش عارف إيش والوضوء والخلاء يهون نعم. هذا غير صحيح بل هذا كلام خطير يعني هذا كله من دين الله وإن كان هناك أهم ومهم وكل في بابه واحترام التخصصات نحن تعلمناه من الإمام مالك ودائما أقول هذه العبارة لإخواني نعم. وللطلبة ولأبنائنا يعني سئل الإمام مالك عن مسألة في القراءات إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى فقال سلوا نافعا فإنه أعلم مني بالقراءات يعني هكذا يعني كل على ثغر نعم. فقضية حفظ المتون هذا مهم للطالب المتخصص نعم. نحن لا نريد أن يعني أن نشغل كل الناس بحفظ المتون أو أغلبهم لا بل حتى يعني بحفظ الأحاديث وكذا ولهذا أنا يعني رأيت عبارة للإمام مالك قد لا يفهمها بعض الناس قال يعني من ما أكثر أحد من الحديث فأنجح بعض الناس يقول كيف الإمام مالك يقول هذا نعم هذا كما سمعت عائشة أبا هريرة رضي الله عنه يحدث يسرد الأحاديث سردا سريعا ومتتابعا وكانت تصلي فقضى تحديثه كانت تصلي في الحجرة وتسمعه وهو في الخارج فانصرف أبو هريرة رضي الله عنه قبل أن تنهي صلاتها فقالت لو أدركته لرددت عليه هذا كهد الشعر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هناك توازن شيخ عبد الباسط ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أرسل قافلة إلى إحدى الأمصار أحد الأمصار أو أحد ولاياته ليعلموهم فقال لهم إنكم ستأتون أقواما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تشغلوهم بالأحاديث جودوا القراءة وأقلوا التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس إنكارا للسنة أو تهوينا من لكن لا يريد أن يحصل تضخم في جانب على حساب جانب قد يكون وهذا حدث في عصرنا وهذا يحصل يعني يحصل موجود. كثير نعم. وذكرنا موجود. ربما هذا في مناسبات نعم. سابقة نعم. ونبه عليه حتى بعض أهل العلم الكبار حتى الله. من المعاصرين نعم. العزوف عن 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 علوم القرآن وعلومه نعم. مثلا صحيح. في مقابل الاحتفاء بالسنة وأكرم بها هي الشارحة للقرآن بدون شك يعني شك. لكن لابد من التوازن يعني شيخنا طيب هناك أمور سمح يعني التقلل من الشواغل هذا مهم للطالب بعد الإخلاص النية والتبكير بالطلب يعني التقلل من الشواغل يعني أحيانا نجد إنسان يريد أن يطلب العلم ويحب العلم ويحب أن يكون عالما أو طالب علم متميزا لكنه يعني لا يضن بوقته لا يبخل بوقته لا يحافظ على الوقت يعني رحلات ونزه ويعني ترويع يعني طيب ترويح لكن يعني ساعة وساعة نعم. يعني أنت طالب نعم. علم في النهاية لابد أن تكون حريصا على وقتك كغيره من المتخصصين حتى بغير العلم الشرعي إذا أراد أن ينجز يعني لابد أن يوازن بين حق إن لك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه لكن إنسان نجد أن معظم وقته في مثلا في الأمور وإن كانت مباحة يعني نعم. في السهرات في الأحاديث في السمر في الرحلات ويعني يعطي فضول الأوقات أو قليل من الأوقات لطلب العلم هذا لن يكون يعني قال بعضهم العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك يعني وإذا قرأنا سيرة الزهد يعني ابن شهاب وابن عباس وغيرهم من علماء السلف من الصحابة في التابعين وتجد يعني إنسان أحيانا حتى قد يعني يظن أنه بالغ يعني أحيانا لا يجد وقتا ليأكل وجبة كما يأكل الناس الإمام النووي أحيانا يعني يدق الخبز حتى لا يضيع الوقت في الغمس وفي الأدم وفي من أجل التصنيف أو تحقيق مسائل أو طلب علم أو كذا
وكذلك بعضهم حتى لا يجد وقتا، يعني مع أن هذا يجب أن يهتم لا يجد وقتا لمظهره أحيانا بسبب مثلا انهماكه في مسائل يعني. نعم. فتقلل من الشواغل هذا من أهم الأمور. شيء يعني جميل. ولهذا نجد أن البادية والأجواء الطبيعية البعيدة عن زخم المدنية والحياة المترفة وتعقد الحياة المدنية أقرب غالبا ما تكون لصفاء الذهن وطلب العلم. نعم. الرفقة في طلب العلم مهمة معينة جدا يعني. نعم. ولا يكثر منها الإنسان، لكن مثلا فليتخذ له رفيقا أو رفيقين من الحريصين على الوقت ومن الحريصين على طلب العلم وممن يتحلون بآداب طلب العلم، يكونون عونا له في طريقه. نعم. في مذاكرة مسائل، في إعانته في مراجعة، في تكرار في تكرار. نعم. هذا مهم. نعم. جدا يستأنس به الإنسان. نعم. وهذه أيضا كانت من سنة الأولين وعادتهم. طيب شيخنا، بعضهم يقول يعني إحنا قبل ندخل في بعض الكتب الأخرى في التفسير وكذا، يعني الدراسة الأكاديمية مثلا هل تخرج شيخنا عالما، أو الدراسة المحضرية كما نراها في موريتانيا أو عند مشايخنا في ليبيا الطريقة القديمة مثل أحمد باشا والمساجد القديمة هذه اللي كان الشيخ يجلس ويعني يتم الكتاب الأول والثاني والثالث وبالكلمة بالحرف يعني، ويحلل هذه الكلمة أحيانا كما موجود في خليل يعني؟ والله طبعا أنا لا أريد أن أعمم، لكن الملاحظ حتى على كثير ممن درسوا في كثير من الجامعات الحقيقة، الجامعة فيها مشكلة. نعم. سلبية الحقيقة، هي يعني تحديد وقت، يعني أنت لابد أنت ملتزم بأربع سنوات بالضبط، ملزم أن تمر على هذا المنهج بأربع سنوات. أحيانا لا يعني لا تستوعب الفترة. نعم. أحيانا لا يكون، لو أنهم ضبطوا هذا المنهج تماما على الأربع سنوات نقول هذا جيد يعني، وبعد الأربع سنوات أنت تواصل مسيرتك يعني، مسيرة لا تنتهي بأخذ شهادة الليسانس أو البكالوريوس. نعم. هو تعطيه مفاتيح لعلها للعلم. نعم. يعني لكن يحصل في كثير من الأحيان أن المنهج أكبر من الوعاء الزمني، فيحصل ضغط مرور بدون استيعاب وبدون تحقيق مسائل وبدون يعني تحصيل جيد. نعم. فنجد للأسف كثير ما تستغرب يقولك هذا عنده مثلا ليسانس في الشريعة أو دراسات إسلامية، لكن في الحقيقة لا تجد عنده ما يوازي هذا الاسم. نعم. بينما الطالب في الحلقات القديمة، نعم، لا يختلف يعني، أنت تدرس ويعني، وإذا خاصة إذا كان الشيخ متمرسا ومرت عليه أجيال وخلاص يعرف يعني، فأنت تخرج من عندي فعلا يعني خبزت وطبخت ذلك العلم على أصوله يعني. طيب شيخنا، هل ما زال هناك كتب يعني تدرج بها الطالب في كتب الفقه؟ يعني احنا ذكرنا يعني عدة ذكرنا كتب الفقه. ايه ذكرنا كتب الفقه. يعني ممكن خليل هي يعني مختصر بالنسبة للفقه المالكي. الفقه المالكي. نعم. لان احنا نتكلم. نعم. عن الفقه. نعم. المالكي طبعا اذا اراد ان يرتقي في موضوع الفقه المقارن مثلا بيدخل مثلا في كتاب التمهيد او الاستذكار يعني لابن عبد البر. التمهيد لابن عبد البر. نعم. التمهيد طبعا هذا من اعظم كتب الاسلام يعني، يعني حتى ان ابن حزم وهو الذي ينتقد العلماء حتى في الامور اليسيره قال لم يؤلف يعني في الاسلام مثله على كتاب التمهيد، فكيف بافضل منه او كلمه مثل هذه يعني. فعندك مثلا كتاب المغني هو حنبلي طبعا، لكن نعم. هو يعتبر فقه مقارن يعتبر. نعم. أنا سمعت أحد العلماء يعني الليبيين يعني مرة. نعم. أعجبني قال هذا مكتبة متنقلة يعني. سبحان الله. نعم. فيه المذاهب السلف ومذاهب الأئمة وكثير من الترجيحات، وغالبا طبعا يرجح اسم على مسمى يعني المغني. نعم. هذا من الكتب الـ نعم كبيرة المهمة. شيخنا لعل شيخنا ناخذ بعض الأسئلة. بارك الله فيكم. تفضل. نعم. أنا عبد الرحيم المرج. تفضل عبد الرحيم. تفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي. أنا عبد الرحيم من المرج. إي نعم نعم. تفضل سيدي. شو الحلقة اليوم يا شيخ؟ أنت لم تتابع معنا؟ لا. إذا عندك ما عليك سؤال يعني؟ مش عارف. خلاص اذا ان شاء الله جهز سؤال واتصل فينا يا عبد الرحيم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا يا اخي. بارك الله فيك. تفضل. نعم. سؤال اخر متصل ثاني. نعم. لا يوجد متصل الان. طيب
إذا شيخنا ما شاء الله ممكن الإنسان الطالب العلم نعم عبد الفتاح من طرابلس سعودنا شيخنا بارك الله فيك. عبد الفتاح تفضل. عبد الفتاح السلام عليكم. تفضل سيدي. أهلا وسهلا عبد الفتاح تفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الباسط نحييك ونحيي فضيلة الشيخ سامي السعدي بارك الله فيكم. الله يسلمك يا عبد الفتاح بارك الله فيك. الموضوع خارج نطاق الحلقة لكن معلش يعني مهم جدا بارك الله فيك. تفضل. الكثير من الناس أن الوطن لا يعني لهم شيء صراحة، لذلك يقول تقول ليبيا، يقول لك أنا ماذا تحصلت من ليبيا وماذا كذا وليبيا خسرت حياته وكلام من هذا المثال، وهذا يدل على يعني أن مقاعد الدراسة مقصرة في هذا الموضوع. فأنا أطلب من مشايخنا العظماء أن يخصصوا حلقات في حب الوطن وحب والإخلاص للوطن وعدم بيع الوطن وعدم التهاون في التغاضي عن الوطن وشيء من هذا القبيل، وبارك الله فيك إن شاء الله. شكرا عبد الفتاح بارك الله فيك سيدي. نعم عبد الحكيم تفضل. يا عبد الحكيم أهلا وسهلا بك. عبد الحكيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نهارك مبارك شيخ عبد الباسط، ربي ينورك أنت وفضيلتك الدكتور سامي السعدي، ربي يحفظكم على قناة التناصح بارك الله فيكم على المجهود الطيب. الله يبارك فيك يا عبد الحكيم، يا أهلا وسهلا بك. بالله يا شيخ عبد الباسط السؤال، سبحان الله تو بعد الثورة الطيبة والدماء اللي سالت يا شيخ عبد الباسط. نعم سبحان الله، المجرم طلعوه هو بريء، هو في 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 ذمة الله تو المجرم المعمر. الواحد يقول لك لا مش هو، هو بريء هو بريء هو بريء. سبحان الله، نسوا انفسهم، نسوا الله فنساهم في انفسهم. اذا كان هو كويس اراه البلاد امورها طيبه، وراه خلى الدين الطيب هذا في مدارسنا وفي الجامعات وفي المعاهد، والطرق طيبه والمباني والناس تحب بعضها. لكن هو في قانون يا شيخ عبد الباسط، قانون نتاع الوضع نتاع المجرم نتاع القران شريعه المجتمع، ما حق هذه قانون شريعة المجتمع؟ هذا السؤال هنا هو توا، هذا يعني في توا نفس القصة نتاع اللي وقفوا في القرآن الطيب هويتنا وسلالتنا وسنتنا سنة حبيب المصطفى. طيب كيف نتعرفين السؤال يطرح نفسه؟ طيب. القرآن شريعة مجتمع، كيف تصبح شريعة مجتمع؟ كيف تطبيق في 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 شريعة في الربا في المصارف في المعايير؟ طيب عبد الحكيم بارك الله فيك، واضحه نشكرك بارك الله فيك عبد الحكيم. شكرا عبد الحكيم، جزاك الله خيرا. نعم دائما تتواصل معنا عبد الحكيم بارك الله فيك. يعني اتمنى ان في سؤال من الاخوه، يعني عدم المشاركات يعني نستغل او وجود الشيخ بارك الله فيكم للاجابه على الاسئله، اما المداخلات فتكون قليله جدا وقصيره لو سمحتم يعني. شكرا جزيلا. محمد من طرابلس تفضل. محمد اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. يا مرحبا اخي محمد تفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا مرحبا بك. والله من كساب وشيوخ احنا في ليبيا اللي قدر حفتر، بس انا بشيوخ مصريين قدر حفتر والباقي كلكم والله يسلم. تفضل يا محمد، عندك حاجه ثانيه اضافه؟ طيب محمد انقطع الاتصال للاسف. تفضل. نعم تفضل اخي. نعم متصل. طيب سيدي شيخنا بارك الله فيكم، يعني اسف على المقاطعه، هذه اتصالات فتت الاتصالات الان. اذا شيخنا يعني التدرج هذا مطلوب، كتب الفقه وذكرت يعني ممكن انسان يستعن يتوسع ويدخل الى الاستذكار والتمهيد والمغني الفقه المقارن. شيخنا التفسير يعني كيف تدرج طالب العلم في التفسير؟ أهم الكتب يعني على الأقل يعني المشايخ. أول الكتب يعني تفضل. أول الكتب التي من الجيد أن يبدأ بها، حتى الإنسان اللي مثلا يعني هي للمبتدئ في طالب العلم أو الذي لا يريد أن يكون طالب علم لكن يريد أن يفهم عنده ورغبة أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن هذا كتاب في النهاية جاء للكل يعني. نعم. فهناك كتب بسيطة وميسرة وسهلة، يعني من الجيد أن تكون في مكتبة كل إنسان حتى غير طالب العلم، حتى أراد أن أشكلت يقرأ مثلا في آيات من المصحف أشكلت عليه يرجع إليها مثلا. نعم. أو من الشبكة يعني. تفسير الجلالين مثلا. تفسير الجلالين هذا من أبسط التفاسير وأخصرها. وفي صحيح شيء من النحو المختصر جدا،
لكن في سبب النزول بطريقة ميسرة ومختصرة وفي معاني المفردات. وطبعا لا يخلو من ملاحظة زي مسألة مثلا بعض التأويلات اللي هي في مسائل الصفات وكذا، مثلا إن الله يحب المتقين، خلاص إن الله يحب المتقين أمرها كما هي، يعني الله عز وجل يحب المتقين، لا تدخل العامة والناس في قصة المحبة وكيف محبة الله لعبده والمحبة عبارة عن رقة في القلب، وهذه صفة الكلام هذا بتاع أهل الكلام وكذا. نعم. فنقول إن الله يحب المتقين خلاص، بس يفهمها القلب السليم. نعم. على ما تمر كما جاء، لكن هو رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا عن الإسلام يؤولها على طريقة مثلا الأشاعرة، ويقول مثلا إن الله يحب المتقين يثيبهم، يعني لأنهم يفسرون المحبة بالتواب أو بإرادة التواب، وهذا يعني الحقيقة غير. ولكن يعني لما نقول إن الكتاب فيه ملاحظة، أي كتاب يعني أبى الله أن يتم إلا كتابه، لا نجعل هذا مانعا لنا من الاستفادة من الكتاب. يعني معظم ما في الكتاب خير، يعني التفسير المفردات وأسباب النزول والمعاني العامة سهولة اللي فيه يعني تدرج. نعم. هناك تفسير السعدي، هذا أيضا من أيسر التفسير ومن من من أخصرها ومن أجمعها. نعم. وجيد يعني الحقيقة، مناسب أيضا للبداية بما بعدين التفسير تتخصص، مثلا هناك تفسير فقهية. نعم. وفقهية حسب المذهب، مثلا زي القرطبي ابن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي يعني تفسير فقهي يعني مالكي. نعم. في بعض التحقيقات التي لا تتقيد كثيرا بالمذهب، في بعض التحقيقات والترجيحات مثلا، يعني مثلا القرطبي يرجح إمامة الصبي ابتداء مثلا. نعم. هذا خلاف المشهور في المذهب يعني، وهذا من إنصافه رحمه الله. شيخنا لعل نتوقف عذرا، بس نتوقف عند القرطبي ودرس كتب الفقه أو دراسة التفسير. نعم نعم متخصصة يعني. الأخ عبد الله من الخبز، تفضل عبد الله. عبد الله تفضل يا عبد الله. نعم اذا انقطع الاتصال بعبد الله ونمشي لها حد اخر متصل ثاني. صلاح، نعم تفضل يا صلاح من طرابلس، تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا بصلاح. شيخ عبد الله السلام عليكم. مرحبا اخي صلاح. وعليكم السلام ورحمه الله. لست يا شيخ ولست الشيخ حسين السعدي، فأنت ربي يحفظك يا رب العالمين. أسأل الله ذلك، بارك الله فيك يا صلاح. بالله عليك لو سمحت ندي للشيخ سامي تليفون الشيخ سامي مباشر، قول له صلاح الجربي بالله عليك. طيب إذا كان كنترول يعتبر لك ممكن إن شاء الله تعالى. نعم الكنترول، شوف الكنترول بارك الله فيك. نعم عبد الرحيم من الخمس، تفضل عبد الرحيم. فضل عبد الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. انا زهر بيك، اخبارك؟ تفضل عبد الرحيم. ما اخونا انت مشوخ من كذا بك ترى على الشاشه ديك بعد ناس، حرام عليكم حسب الله. يا عبد الرحيم تفضل، عندك سؤال يا عبد الرحيم؟ لا باس، انقطع الاتصال. جمال تفضل. جمال تفضل يا جمال، تفضل جمال. نعم يا جمال تفضل أخي. أحمد من بنغازي، تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد تفضل. انقطع الاتصال بأحمد كذلك. نسترسل. طيب يا سيدي بارك الله فيكم. شيخنا كتب الفقه أو التفسير المتخصص، يعني مثلا طالب العلم بيأخذ كتب تفسير، يعني يأخذ من دقوة الجلالين وممكن السعدي للمبتدئ في طالب العلم، ولغير طالب العلم ولغير أيضا طالب لمن العلم. أراد أن يفهم آيات أو بعض الآيات التي نعم. تشكل لكن هناك يعني كتب تفسير متخصصة هناك اللي تهتم بالأحكام الفقهية، في اللي تهتم باللغة، في اللي تهتم نعم نعم مثلا القرطبي وابن العربي على سبيل المثال، التسهيل لابن جزي، هذه كتب تفسير مالكية، التسهيل مختصر يعني. نعم. أيضا هذه حتى هو بالأحكام اللي اهتم بأحكام فقهية يعني، لا ليس لا يعني مختصر مختصر. أيوة جميل. نعم. ولكن القرطبي وابن العربي تفسير مطولات، هذا مطول
وليس معناه مقتصرا على الفقه فقط، لا، في أسباب نزول، في معاني اللغة، فيه بعض الحكم والتوجيهات، نعم، ولكن أحيانا يطول في مسائل الفقه مثلا، ويرجح وكذا ومقارن كذلك يعني هو لا ليس مقارن، لكن أحيانا عنده ترجيحات يعني. المهم هناك بعض التفاسير اللي خلينا نقول إنها يعني بالغت في الخروج عن التفسير، يعني لا تخلو من الفوائد، ولكن أبحرت كثيرا في يعني مثلا وانتقدت في بعض الأشياء، لابد أن نذكر هذا. مثلا تفسير الرازي، نعم، يعني حتى أن قال بعض أهل العلم يعني ليس فيه كل شيء إلا التفسير، يعني هذا مبالغة طبعا، هو فيه تفسير وغيره يعني، لكن يعني لا ينصح به للمبتدئ، للباحث، للمحقق، للناقد، يعني ربما يكون أحد المراجع، أو إذا أراد أن يبحث في مسألة في فوائد حكم يعني واستنباطات دقيقة عقلية فيه يعني، لكن من أراد أن يتدرج، نرجع إلى موضوع التدرج، الجلالين مع انتباه للملاحظات، والشيخ سعدي، نعم، وابن كثير. ابن كثير طبعا من أكثر الكتب، وهو كتاب مبارك لا شك، وفي الجملة يعني على منهج أهل السنة يعني. نعم. بعض الناس ينتقد عليه الإسرائيليات، لكن هو يعني ذكر في مقدمة كتابه يعني موقفه من الإسرائيليات والحكم الشرعي أصلا في روايتها. نعم. يعني الإسرائيليات تذكر ليس للجزم بصحتها ولا الجزم بكذبها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. نعم. يعني نحن لا نبني حكما استقلالا أو ابتداء نبني على حديث من الإسرائيليات التي تروى للاعتبار فقط. نعم. لا نأخذ منها حكما شرعيا في الحلال والحرام أو الأحكام الشرعية الأخرى، لكن لا تكون معارضة لمعنى الآية العام، وتذكر كالقصص المنقولة عن بني إسرائيل. نعم. للاعتبار. مثلا المفسرون يذكرون كثيرا في قصة في تفسير قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، في سورة الحشر. نعم. يذكرون قصة يعني من الإسرائيلية، يذكرونها للاعتبار، لا نجزم أنها صحيحة ولا نجزم أنها كاذبة، ولكن لا بأس حكايتها بهذا القيد يعني من أجل الاعتبار، لا بأس. قصة الراهب الذي كان يتعبد في صومعة ثم جاءه الشيطان وأغراه بالمعصية واستدرجه، نعم، ثم تبرأ منه، يعني هذه لا تناقض معنى الآية العام، فسردها للاعتبار مع عدم الجزم بصدقها ولا عدم الجزم بكذبها هذا لا بأس به. هو وحدثوا عن بني في صحيح البخاري. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. طيب، وهذا يدل على يعني الموقف هذا فيه تسامح أيضا. نعم. نعم. يعني نحن لا نستنكف أن نروي ما لا يناقض ما عندنا، والذي لم نتأكد منه نرويه للاعتبار حتى لو جاء من أهل الكتاب، لا 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 بأس يعني. تفسير ابن كثير شيخنا بارك الله فيك يهتم بجانب معين ولا، لكن خلينا ناخذ اتصال هذا. نعم. ثم نعود شيخنا. تفضل. بارك الله فيك. نعم، جمال من طرابلس سعودا على التأخير يا جمال، تفضل سيدي. السلام عليكم. تفضل يا جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وبارك. أهلا يا جمال، كيف حالك؟ تفضل يا جمال، تفضل. بلش يا شيخنا عبد الباسط والشيخ، كيف علي بن عافا الوزير التعليم هذا الغاء في الدين، كيف يا شيخنا ربي أمرنا هو قرآن والسنة، كيف هم يلغى في الدين هذا كيف؟ وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادك بسبع سنين وأدركوهم عشر سنين، هذا كيف نكبر؟ كيف تبدأ التنمية؟ وين تبدأ التنمية؟ نعم. صحيح يا شيخ، لا. تفضل يا جمال اكمل. قطع التواصل مع جمال، لا بس. نعم، متصل الثاني، تفضل ابو علي. تفضل يا ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه الشيخ عبد الباسط، تحيه الشيخ اسامه.
الله يبارك فيك الشيخ سامي الساعدي. نعم سامي الساعدي أحبكم بالله. الله يبارك فيك الشيخ. بالله عليك تحملني شوية حاجة بسيطة إن شاء الله. تفضل. بالله عليك في المساجد في مساجدنا في طرابلس في ليبيا الله أعلم في أنا في المو معيش طرابلس المساجد فيها محاطين في مقيم مثل السوداني ولا نيجر وقيم ليبي تلقاه فرح في الأذان بس الأذان يجي جداً والحمامات حشاك والمسجد ولا بسطات صليت ما يزنفروش والحمامات حشاك منبزات كل شيء ووز بالك بعد سنتين تاتا يجيبوا له واحد ينظف وكل شيء باي نبي ولا الأوقاف الأوقاف من أهواب يا شيخ باي وصار الثاني يموت توا في الحرب توا يموت بعد طبعا قدافي توا يموت قبل يقول يموت شهيد كان كافر كل شيء لك توا اللي متوه في الحرب شهيد ولا مش شهيد. السؤال الأخير بارك الله فيك ربي يحفظك إن شاء الله ولا الله محمد صلى الله عليه وسلم كان توه مزيد. السؤال الأخير لا الله محمد صلى الله عليه وسلم أيوة اللي تعلم حرف من الشباب وتلقاه مش حافظ ومش قاري يقول قال الشيخ قال الشيخ قال شديني في شيخ الشيخ مدرينا هو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدعوا اللي يجي يبدعوا الكلمة تبعهم هم يخلوه يدن يخلوه لبيه في المسجد يدي كل شيء يديره لا ولا حتى يقدمه من المسجد وتحياتي لك شيخ. طيب سيدي بارك الله فيك. حاضر يا ابو علي. عبد الله من الخمس فضل. عبد الله تفضل. يا عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم مشايخنا الكرام. عندي سؤال يا عبد الله. السؤال الاول اجتماع اكثر من علم في مره واحده هل يمكن؟ ونصح الشيخ بخليل فهل يشترط حفظه؟ وما الطريقه لذلك؟ بارك الله فيكم. طيب ممتاز. طيب إذن هل هناك اتصال آخر أم نكتفي اليوم؟ محمد من الخمس رجع. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحياة يا شيخ سامي. الصوت ينقطع يا أخي محمد من الخمس. والله للأسف ما نسمعش فيك يا أخي الحبيب. الصوت ينقطع يا محمد. صوت ينقطع. السلام عليكم. يبدو أن ما فيش تغطية. أيوة أنا الصوت يقطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا الشيخ عبد الباسط. حياك الله يا محمد. الآن صوتك جيد ممتاز. تفضل يا سيدي مرحبتين بك. حياك الشيخ سامي الساعدي نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. تفضل. الشيخ لي عندي تعقيب بسيط يا شيخ عبد الباسط على بعض المتصلين ما نبيش نصفهم بأوصاف اللي يقعوا في علماء البلاد ويسبوا ويشتموا. نقول لهم ان هذا نذير شغم على البلاد والعباد عندما يتجرى السفهاء والجهلاء على العلماء ويسبون ويشتمون ويقولون نعم. ليبيا ما فيها شيوخ ما فيها كذا. الو للاسف. نعم نسمع فيك يا اخي محمد نسمع فيك. نعم نعم فهذا نذير شهم وأن أذكرهم بالحديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة من عاد لي وليا لقد أذنتم بالحرب. فقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إذا لم يكن العلماء أولياء فمن إذن؟ عليكم من تسبون العلماء وتشتمون هذه قناة الكتاب والسنة والتي تدعو إلى الحق وتنصر أهل الحق وتنصر المستضعفين ولا تقدس أصنام البشرية ولا تقدس العملاء ولا تقدس من دمروا ليبيا وجعلوها حطاما وجاءوا بالقواعد الأجنبية واستضعفوا الضعفاء وقتلوا النساء وقتلوا الأطفال وسببوا هذه الأزمات والبلاد والبلاد. فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل بارك الله فيك ووالى هؤلاء الظالمين. نسأل الله يحفظك يا أخي محمد. بارك الله فيك. أنت لما ختمتها بحسبنا الله ونعم الوكيل هذا عدم صلاح. شكرا جزيلا وبارك الله فيك على حرقتك وعلى حرصك وحبك لأهل العلم والعلماء ذلك. وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا يدل على حبك لأهل العلم وتقوى الله عز وجل. شيخنا بارك الله فيك. هو الوقت قريب أنت يمكن سبع دقائق عذرا لعلنا نتوقف عند كتب التفسير
وأنواع التفسير وبما يبتدي به الطالب. شيخنا يعني هو بعض المدخلات هكذا نتحدث عنها، لكن أبو علي تكلم على مسألة القيم الليبي الذي يؤذن فقط في المسجد، فيقول وين الأوقاف، ويجيب في قيم نيجيري والله كذا يشتغل في شغل أي كلام، لكن يقول الحمامات حشاك رحمة الله يعني غير طيبة والمسجد فيه اتساخ وغير ذلك، ولا يؤذن إلا من يريد بعض الشباب، لا يؤذن إلا من إلى معهم في الطريق وكذا، فما يعني الحل في هذه المسائل يعني؟ والله نتمنى أن يقول أين الأوقاف يعني نعم إخواننا الكرام نعم المسؤولين في وزارة الأوقاف يعني تقديرنا لجهودهم، ولكن نتمنى أنهم يسمعوا هذه الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب نعم. وهذا أيضا ومن يعظم شعائر الله أيوة الله فإنها من تقوى القلوب، وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني يدخل فيها الرفعة المعنوية نعم ولا نعم ولا واهتمام نعم بها والحسية، هذا بيت الله يعني نعم نعم وأن يعني المسؤولية فنتمنى أنهم ينتبهوا إلى هذه الرسالة نعم ويتعهدوا صحيح يعني ويعني هذه الأمور لأنها مسؤوليتهم نعم كلكم راعٍ علم أن بعض المساجد ما شاء الله تدخل ترتاح يعني فيها نعم حقيقة لا لا في يعني الحقيقة موجود، لكن نحن يعني من باب التذكير ونصحهم إخواننا ونعلم أنهم يقومون بجهد لا بأس به يعني، ونسأل الله أن يعينهم على ذلك يعني. جيد شيخنا الأخ عبد الله كلام جميل جدا عند هذا سؤال مهم في الحلقة، قال شيخنا الأخ عبد الله من خمس يقول الاجتماع أكثر من علم، يعني هل يمكن لطالب العلم أن يجمع أكثر من علم في وقت واحد يعني؟ والله يمكن، لكن يعني هناك من لا ينصح بهذا وأنا لا أنصح بهذا يعني أكثر من علم. أضرب لنا مثال شيخنا لهذا لا يعني مثلاً. لا يعني مثلا علمين مثلا بيدرس فقه وبيدرس اللغه مثلا النحو يعني لا باس، لكن لا يكثر من اراد ان يعني يترقى في طلب العلم يعني نعم. فليقتصر على علم او علمين في الاول يعني يبدا بعلم او علمين ثم ينتقل الى يعني علم الذي بعده، وهذه طريقه فيما اعلم اغلب المحاضر الموريتانيه يعني لا تكثر على الطالب يعني علمين إذا يعني أما قصة يتقنه حتى يتقنه يعني في نفس الوقت يعني نعم نعم يتقن العلم الواحد نعم نعم طيب هذا يشترط شيخنا حفظ خليل وما الطريقة يعني؟ أريد أن أنبه هنا لمسألة أنا لاحظتها في بعض الطلبة اللي ربما درست بعضهم فيما سبق، يعني عندما تقول خليل يفترض أن خليلا يعني ضد الكتاب والسنة نعم وأن هذا فقه مالكي متعصب. للأسف بعض هؤلاء حتى قضية أن ليبيا ما فيهاش علماء وفيها مذهب مالكي ليس على الكتاب والسنة، هو يخرج خلينا نكون واضحين يخرج أو يخرج بتوجيه من برا يخرج طمعا في أنه يدرس الكتاب والسنة بزعمه ويدرس الفقه الحنبلي. نحن طبعا المذاهب الأربعة هذه ومذاهب أهل السنة نعم والأئمة هؤلاء يعني نسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة يعني. يا قيم. يعني نحن نظن أنهم في الجنة يعني الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله آمين. ولكن يعني قضية أن المالكية متعصبون في ليبيا تعالى أدرس الكتاب والسنة في الخارج أدرس فقه الدليل، هذه كذبة من الكذبات يعني نعم. إلا بعض من كان منسجما مع طريقته ولا يرى التمذهب أصلا وعلى طول يعني بدأ يدرس أو يدرس الأحاديث وهذه طبعا طريقة لم تكن معروفة في معظم يعني الأجيال والقرون السابقة باستثناء قرن الصحابة طبعا نعم. وحتى التابعين يعني هناك أصحاب ابن مسعود، هناك أصحاب ابن عباس في مكة، أصحاب ابن مسعود في العراق مثلا يعني أصحاب ثم من بعدهم يعني الأوزاعي في الشام له أصحاب نعم. يميلون إلى اختياراته يعني صحيح. وهذا شيء معروف يعني صحيح. ما يعني لا تسميه مذاهب، بس نحن ضد التعصب يعني الباحث نعم. أو الذي وصل إلى درجة الترجيح يرجح قولا مصادما للنص لأنه من مذهبه يعني هذا طبعا خلل، وعندما نقول مصادم بمعنى مصادم لا يحتمل غير ذلك، لكن الأمور اللي فيها راجح ومرجوح وفيها احتمال هذه أنت قد ما تراه مرجوحا قد يراه غيرك راجحا يعني، فالمسألة أوسع من ذلك نعم. فقضية خليل هذا
يعني هذا يقول أنه فيش دليل، يعني هم هذا بعض الناس حجتهم أنه فيش دليل فقه المالك. لا هذا غير صحيح، هو خليل لم يعنى لذكر بذكر الدليل لك. أنا أريد أن أضرب لك مثال شيخ عباس لتعلم ازدواجية المعايير كما يقال. الآن بعض الناس ينتقدون الفقه المذهبي، يقول لك مثلا يقول لك خليل هذا عاري عن الأدلة، وهذا يعني طيب خليل منين اخداه أولا؟ نعم، خليل كما قلنا في الحلقة الماضية هو المختصر الرابع أو الخامس للمدون. شيخنا لعلها نجيئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت. طيب عذرا والله على المقاطعة حفظك الله تعالى. إذا إن شاء الله نبدأ من أين انتهينا اليوم. جزاكم الله خير شيخ صاحب الفضيلة الشيخ سامي الساعدي، كنت معنا في هذه الساعة برنامج إسلام الحياة. نسأل الله أن يبارك في أعمالكم وفي علمكم وفي عملكم، ورزقكم الله صحة وعافية. إخوتي أخواتي، جئنا نهاية الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. إسلامنا. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجراً، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية.